درقاني فاطمه قيب نصالح حي مبروكه اي ترادي. انايا كاينه عند واحد السيده بنتي خارجه تعيط لخوها، تا جا واحد جوج صحصح وصاحبه تعداو لي على بنتي. واحد غادي تكون عنده هذيك 17 18 والاخر غتكون 25 24. طراش ليا بنتي ضربها جايه عندي ماما، انا عند السيده قالت لي يا ماما زيدي راه فلان ضربني هو وصاحبه. مني بديت غاديه قلت لها انا غنمشي عند المخزن هو اللي غادي ياخذ ليا حقي. مني بديت غاديه تنصيب امو مرت خوه هو صاحبه كاع تحاموا عليا دقدقوني فرشخوني ضربوني لهنايا. مشيت جات لابينانس عيطوا لابينانس جات مشيت للسبيطار. السبيطار صيفطوني لبني ملال قال لي ما يمكنش نخيطوا لك هنا كامله مدقدقه. درت السكانير ضلوعي كاع تهرسوا حالتي حاله ما نعاودش لكم على حالتي كيفاش كانت. بحال وقع نهار 15 في شهر 6 2023 دازت واحد مني بحال هكاك. وانايا دابايا كنطلب من وكيل الملك وصاحب الجلاله يعاونوني، بغيت حقي ما يضيعش. والنامس الثاني سكروت سكروت قرقبو جوني في نصاصات الليل راجلي انا ما كاينش غير مع الوحدة ونص ديال الليل. راجلي تعداو عليا كيخبطوا في الباب ويعايروا بكلام خايب الفاعله التاركه خرجي ليا. وانا بنتي يلاه عندها 15 عام وغادي شقهوني. عندي ثلاثه الدريه الصغيره بيتها كلشي كديروا في حوايجها بيتها كتبكي تا من الدريه الصغيره ولاد الرعب راكبه ولاد تقول يا ماما جينا فلان وفلان راه غيضربونا ماما تاني.